السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جوله جديده في عنابه. اليوم بدينا نصوروا، حنا هنا جايين من كومبايسونس تاع بوحمرا، انا في جنب البونا ديريكسيون روبوا تاع سيدي ابراهيم، ونروحوا مع العمل لكم مره وين جينا نبداو ان شاء الله. المسافرين في حادث مرور الحصين تاع الضحايا، ديما تكون ثقيلة، سق بحذر واثبت كفاءتك، فسلامة الركاب مسؤوليتك. هنا إذاعة الجزائر من عنابة. ملعبي بمالك مد من نار بخيال. وي خويا يا ربي نسمع جبنت ليها سنتشا روح روح على هاش بنت لي هوك روح فليت مليعت المحبان كديطال سبغ نجال تاع عليا مالو مالو راني هاي مهمي من ترجال فصال ونسال عليه من سباني بنجالو بنجالو ما بيا غير خايف ما بيا غير خايف مشتاق يالو ما بيا غير خايف مشتاق يا مالو عليك نطرح سؤالي جاوبيني في الحين قولي لي يا غزالي علاش ما تفارقين الغلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاتنين راني صادق في قوالي حبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيرة يا الزين نخليو الماضي يتكلم تاريخ وذكرى نايات
هو اللي بيناتنا يعد يحكم يعرف كيف بدا. خليو الماضي تكلم تاريخ وذكريات، هو اللي بيناتنا يحكم يعرف كيف بدات، ويبين من هو الظالم ما معاش حيلات. انا فيك عمري ما نسلم ما بدن هيات، دعون الله العالي عليك نطرح سؤالي شوكيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين الغلطة شدياني هدي انت ملكني راني صدق في قوالي حب يا جاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان، قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. حبيتك بالصفة والنية وعملت لك همة وشان، قلت أنا بالنسبة لي المخيرة في النسوان. مهما كويتني شحال منك يا درتك الإحسان، كيف تكوني بعيدة عليا يبحان وميد فلان. صوتك راسخة في بالي عليك نطرح سؤالي جاوبيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين غرنا ماشي ديالي اجي انت ملكني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. قلبي صافي معاك مشيت وفنيت شبابي عليك في العهد بخلاص وفيت عمري كدبت عليك. انت اللي في حياتي تمنيت تكوني لي شريك على اليوم يا حبيبي شفيت وخليتني يا الغالي خليتني يا الغالي عليك نطرح سؤالي جاوبيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي انت ملكني راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيك الغيرة يا زين. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. ابدا ننساك يا غزالي ما دمت في الحياة نتمنى طلبي وفري وتزولي اللي عاد. نكبلي منامي بقد الغالي مشموم الخودات على سنة سيد الأرسالي زال عائلات. قدرة الله العالي عليك نطرح سؤالي جاوبيك الحين قولي لي يا غزالي علاش متفارقين غلطة ماشي ديالي اجي نفهمو الاثنين راني صدق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صدق في قوالي بيد الغيرة يا زين. ما
دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم بيه العالم وللعظمه ما دامت العمر ما نسلم ولا ننسى اللي فات قلبي يعلم بيه العالم وللعظمات سبحان الجليل الدايم سلك الوحلات يوفي لي قصدي وينعم على عباد الخيرات قول الموالي عليك نطرح سؤالي جاوبيني الحين قولي لي يا غزالي علاش متفرقين الغلطه ماشي ديالي اجي نفهم الاثنين راني صادق في قوالي نحبك يا زاول العين راني صادق في قوالي بيك الغيره يا سلام رحمة الله. شكرا. بارك الله فيك. سلام.
الدورة هذه لولا تدخلوا منا؟ هي تدخلوا منا كاين اللي تخافوا لي ما تقدرش فلا الطوموبيل تاعك تما المهم كاين حتى كاميرا تحكم مع السخانة دي جيبوش تجيب آخر زيها السخانة دي ما لازم تطفر كاميرا شهر شهرين وتطلع فيها كله مع الشيخ اللهم وفق شبابنا إلى كل خير اللهم ارزقهم الصلاح والسداد اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وارفع ربي درجاتهم في عليين اللهم خلص المسجد الأقصى من أيدي المعتدين من الصهاينة وأذنابهم ومن أعانهم اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أشدد أزرهم اللهم أشدد أزرهم يا ربي اجعل الجزائر شامخة يا ربي اجعل الجزائر الحبيبة دوما شامخة وإلى المعالي أيها الأحبة الله نكون قد وصلت لكم الرسالة اللي راهي موجودة في قلبي ونظن باللي عندنا شعب ما شاء الله عليه شعب يفهم وش قاعدين نتكلموا معاه ربي إن شاء الله يجعلني وإياكم
ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإلى لقاء قريب في يوم الجمعة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. مجالس التذكير والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. محطات للذكر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وغذاء الروح. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. من آيات الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسنن البشير النذير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عبر أمواج الأثير من محطة إذاعة عنابة الجهوية. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. مجالس التذكير. لله السجود لك السجود أنت موجود. بالباس بارتو بباس رومو اللي يمشي معاك داخل وخارج حدود الوطن. كومبوز النجمة 235 نجمة 7 جيز وصلت مع اتصالات تونس برشا بلدان في العالم. وفولي لم يقع كيك كونيكتي بي كيتو أتتمونا بشارع محمد بن إسلام. مجموعة من الشبان يحضرون لتعليق راية تاريخهم المفكر استبشارا بالتدريب وعيش الأفراح سويا. على الحضر ضابطوا إن شاء الله وصلاة الجوع بأسر لازم ندير ألام عادية وصلاة الجوع ربنا نوردوا بطريقة قوية جيدة جدا ورانا حبيل بلسوم باكا حمرا وبيضا لأن أولاد الأمريا نحن عندنا 90 سنة الجماهير الجزائرية والكرة المستديرة. ففاز الشباب أو فازت الأولمبيا بكأس الجمهورية. يبقى الفائز الأكبر الروح الرياضية.
يكونوا خاطئين مقرد العياط على واجه نحوز من بلد صارت الصاد ونفط الصاد على قوله ويروح يبقى كما سابقين يقول جدنوا حتى C'est peut-être 2004, 2003. Les choses vont beaucoup mieux aujourd'hui. Normalement, bien entendu, mais s'il y a cette mauvaise image de l'islam à travers les masses médias européens, essentiellement, c'est parce qu'il y a des musulmans qui font le jeu, justement, de leurs détracteurs. C'est pour cela qu'il y a apostasie. Bien, il y a un rejet systématique. Tout ce qui a trait à l'islam, sans pour autant quitter l'islam. Et actuellement, nous avons beaucoup de musulmans qui sont à l'image de beaucoup de chrétiens hein, des années 70 qui étaient dans le « believe in without belief ». C'est-à-dire, on n'allait plus à l'église, on ne participait plus aux liturgies. Cazzo! Sugo pronto muti! Mangiatelo e non rompete il cazzo! 5,65€! Acqua Rovazzi! Raccolta dalla mamma di Fabio! Direttamente dalle lacrime di Gesù! 1,100€! Ciao! Un po' incazzaro fa! Uppa Pig! Sana? Ah! لا مال هي ما عنديش شو كفايه تحصروا بلا وخطر عندي قرعه تاع غاز فهمتي احصروا بالعقل البركه اخرى انا معك شو ما رحت من هي لو خطر اي بنت شفتي هيك احسن لك Hey,
62 لعيدي الاستقلال والشباب. الخامس جوليا 2024. الإذاعة الجزائرية تحيي الذكرى تحت شعار 62 سنة من البناء المؤسساتي. مسار 62 سنة من المكاسب والإنجازات ضمن برامج ثرية ومتنوعة. ندوات وحصص خاصة، حوارات وربطاجات، شهادات حية لمجاهدين تبرز الإرث النضالي والرصيد التاريخي للشعب الجزائري في كفاحه ضد المستعمر الفرنسي. سهرات فنية للأغنية الوطنية باللغة الأمازيغية في كل من العاصمة وتيزي وزو. Thank you.
صافي تمام صافي ما يحطكش الفحل هذاك اللي جاي جويلية بداية من الساعة 5 بين مولودية الجزائر والشباب بالوزلات برياضة نطل أوراق الموجز. شكرا والسلام. هنا إذاعة الجزائر من علبة. لإعلاناتكم على أمواج الإذاعة الجزائرية بجميع قنواتها الوطنية الموضوعاتية الدولية وشبكة الإذاعات المحلية. الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية بأشكال إشهارية متنوعة، إعلانات، إشهارات، رعاية البرامج والإشهار الرقمي. معايير مهنية عالية الجودة لترقية المنتوجات، الأفكار والخدمات، سرعة وصول الإشهار للجماهير داخل وخارج الوطن عبر 55 قناة إذاعية، 3 قنوات وطنية موضوعاتية دولية وشبكة متكونة من 48 إذاعة محلية. فعالية الوصول الرقمي للإشهار عبر البث الحي على منصة الإذاعة الجزائرية بجميع القنوات على تطبيق الجيرن راديو على أبل ستور وجوجل بلاي. الإشهار على أثير الإذاعة الجزائرية، سرعة، انتشار وفعالية بكل مهنية وعلى المنصات الرقمية. زوروا موقع الوكالة الإشهارية للإذاعة الجزائرية radioalgerie.dz/pub. إحياء للفئة 68 لإيدي الاستثمار والشباب، 5 جويلية 1962، 5 جويلية 2024. وتحت إشراف والي ولاية عنابة ينظم أسبوع الفن الوطني حول الثورة التحريرية المجيدة من 29 جوان إلى 5 جويلية 2024. عرض الأثار الثورية يوميا بداية من الساعة 7:30 مساء بالمسرح الجهوي الدين المجوبي عنابة والدخول مجانا. الأفلام الثورية وثيقة رسمية لحماية الذاكرة الوطنية الحية. كالشمس التي تدور الأقمار حولها. Thank you.
أصبحت متحدة؟ متحدة على نعم. وشو متحدة على مش تسمعه؟ منشد وطني على سمان بنازلات المحيقات والدماء الزكيات الطاهرات والبلود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. نحن طرنا فاكر أو مبال وعقدنا العزم عن تحيا الجزائر. تشهدوا تشهدوا تشهدوا. العلم الجزائري بيقول انتها وش؟ أخضر وأبيض وأحمر. فنحافظوا على العلم الجزائري. أو راح تكون كإسهام لبناء الجزائر الجديدة. إذا مشاريعكم اللي راح تفكروا بها إن شاء الله الموضوع دائما ما هيدا. نعم، إحنا تخرجنا عن هذا الأربع الأحداث، تخرجنا كل في ثلاث مرات. إحنا عندنا مشروع جديد أخطاء إنوفا. جميل جدا، وان شاء الله راح تعملوا رؤية وعلى تجسيد. شتعيش يا معنى الشبان قصوى مرهة كاشتا زايد.
الجزائر حريه والكيان والشفاء. تحيا الجزائر حره رجال ونساء. تحيا الجزائر حره رجال ونساء.
سواء من الأساتذة. هذا مستمعينا الأفاضل، إذا زيارتنا لنهار اليوم في برنامج منابر صيفية للمدرسة القرآنية الصيفية بمسجد التابعة لمسجد الفرقان العتيق بأمان. إلى أن نلقاكم مع مدرسة قرآنية أخرى ومسجد آخر إن شاء الله، وإطلالة جديدة في مدارسهم الصيفية. تقدمت تحياتي أنا من العاقل، وإلى اللقاء. بوني 30,000 بوني 10 تقع 20. احنا تعبيك دي كيما هيك دي ما نديروا بها ضحكة. احنا خوة كنا مرات اللي وعد هذه ما لا روح سر بخير. صح هذا ديك دي ميك اخويا. الحق الحق يوصيهم في كلش يا اخويا. ايش بيه لكن حد يقول لي 40 ايش عليه 40 راح تخرج من عنابة ايه صح 30 نقولوا معليش يحسب لك زعما نشوف سنتر غير لا ميك انا ولكن حد يقول لي 40 لا نقول ربي يساعد اخويا هكا ما خطر واحد قل لحني وصلني ذبا قلت نعطي الخوية قال لي 40 من هنا منا بعد ايه قلت وقتي ياسر اخويا وعلى بسان عبدي سقسي خير انا عمدي عبدي سقسي قبل يا اعطيك الصحة بوالا خلصت وقلت مرة خل عد نسقسي ذك عدت نسقسي دي معك شفتي السلام عليكم اخويا توصلي بولي اطلع قلت قدها توصلي قلت لي 30 مفاهمة احسن حاجة نعم مفاهمة احسن حاجة هي الاولى احنا نحبوا النظام ونحبوا النظافة ونحبوها مقدودة وصراحة راحة نكذب احنا عندنا مكانش هاك شفتي الحاج باباك والحاج وخالك وعمك يجي يهضروا يسخفون نقول خويا باش نجيبوا شويه البوني خاطر ما قداك تمدي في عمري اعطيني هما انتم تشوف الشيب ولا كيما تعد انت الشيب عندنا كلش ايه في عمرك الحاج انت لكن ما جبتهاش ما غيركش الحاج لا ما غيرنيش زي واحد هذي ما يعجبنيش العين وخمسة سعر عين انت الحاجك في شوية 69 قريب قستاعة 70 70 اكتوبر هذا نقفل 70 سكرمت كار ثم ذاك هو 69 ما زلت 69 ام 6 لا اكتوبر هذا مازال 4 شهور واش مازال باش تحفل باش تحفل 70 باش نقبل 70 ثم مازال 69 مي بصحي بعيد عام باش تولي تبدل العام تاعك يولي عمرك زايد عام يا عام مي بصح احنا في جوي اوت سبتمبر اكتوبر 4 مو نقبل شي فرام انا خلينا ربي حي ان شاء الله يا رب لا لا مازح جبتك الحاج لا يعطيك صحه بارك الله فيك لا يعطيك صحه جبتها يعني على شعره بس خير ما كانش ما لا قلت لك نسخف خويا بكري قلت لك الحاجه والحاج باباك وامك نزيد نسخف كي نكمل لك السخفه تاعك بكري احنا الاولى صح الماكله طيب كيف ستادير احنا اللي تحب نقولوا له البياض يما علمتنا ربي يرحمها اللي تحب تقولوا له البياض الابره تقول له الحادقه الملح تقول له الربح الربح وشيو الحادقة؟ الحادقة الليبرة اللي خيطوا اه ليبرة اه حادقة شفت كيف تستعملها المرأة الحادقة هي يعطيك الصح ويزيد يقول لك واحد آخر نشبعك ضحك أنا احنا كيما هكا تاع بكري كيما هكا ما هكا يعني قالوا مرت باباك خير ولا من خير مرت باباك خير بالقلب بالقلب يعطيك الصح أنتم فصح تديوا على الكبار يزيدوا نعتوا للصغار وليد نعتوا لويد ونزيد شويت حتى أنت في الدنيا لا فهمت الأولى صحنا كنا نأكل كيف على البياض البياض يعني الفحم يعني طيب بالماكلة كيف يعني بالعقل طيب بالدشمه مش كيما ذوك على الغاز زعما منها الطيب منها تلبي با اللي يخدم الأرض كان يخاف ربي الماء تاع سعيد تاع شطو دو خير من تاع سعيد هذاك بالصوار يا اخي سعيد انشاء بالصوار بكري تاع الماء تاع شطو دو خير من تاع سعيد هذاك انا والله هالدار قالوا لي كي تشيل ما بوكلاص هذاك وانت تصيدك تلقى لك ماين تاع ما بوكلاص فهمت هو يبين عليه الحاجه بكري كيما نقولوا عندنا با بكري ما كانش فارغ شي كيما درك لا 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 روح هاني معك خلي هكا خلي نصنتك عليك نهضر لك انا خلي لي طرحه وحدي يعطيك الصحه كيما
كيما نقولوا الغاشي بكري ما كانش كيما درك، تسمى التلوث ولا بوليسيون ما كانتش كيما درك. الماء كيهود كيما نقولوا من صريدي ولا حاجه، ولا نقولوا يسورس كيما نقولوا احنا قطاره. ايوا قطاره بكري تنس تشرب تشرب درك عيروه راح نلقاوه بلي راه ما بقاش يتشرب. علاه؟ باسكو السكان تم كثروا ولا كاين زيكو يتخلط مع راسو. لا فهمتي عاد ملوث ويعطيك الصحه. درك عقد ما يكثر الغاشي عقد ما تولى لا بوليسيون تزيد، كاين حوايج تستعملها من الناتور. درك داكور غادي يعني معاك زيد. هذا هو التفسير للجدوى يعني. صدق لي ربي عايش كوني من عندي. وكي ما تسمعنيش وما تفهمنيش كوني نعاود الخوي. لا نفهمك برشا. ايوا. ذكر قلنا الماكله طيبه بتيفا على الفحل هذه وحده. نفقه تروح للدار زوج. كان بكري احنا عندنا شبرا كوشي. السرير الكاردروب الطابل الدنوي الكوافاز وسيت سويت. بون واش كاين تحت السرير؟ كان الكراتن. الكراتن واش فيه من الاخر كريم؟ فيه من البنان، فيه من التفاح، فيه من الانزاش. نجيبوا النجاره كيما نلقاوش نجيبوا الصغير الرقيق هذا نطيبوا بالطرف على قد العائله ما نفسدوش. وكي يجي نظيف يزيدوا نديروا له القسمه تاعو. حك معايا بون. يما بكري كانت تطيب على البرمه تاع الفخار، ناكلوا منها احنا وياكل منها الضيف وتفضل في البرمه. صدق بركه بركه. بابا يقول كون يتخلف واحد وقت الماكله راهو ياخذ طرحه ويبات للشر. كاينه من هذه صح. با هذه هذه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا له شكاوا له الماكله ما تكفيناش، قال لهم اجتمعوا عليها تلموا تلموا على هذاك ربي ينزل البركه يرحم والديك. اشبعوا كل با. ايوا ما عليكش. با نزيد نضيفك حاجه اخرى. بكري احنا كنا ناكلوا حليب البقره اللي ترعى من الطبيعه مش ترعى من لابوك. با وناكلوا الدجاج تاع العرب والعظام تاع العرب. يما عندها شكوى تنوض تمخض الشكوى طيب لنا خسر رخيص نحسي ونكسر رخيص والزبده هذيك تشللها من البن وتحطها نفطر بها بالمعجون. احنا الماكله كون ما تتحش السلطه ودي يصير معاها نقولوا ماهيش ماكله. السلطه دافر هذي قبل الاخرى هذي الثمانينات هذي. كبرت عام الثمانينات من الستينات نشفي عليها كيما هكا عندي ست سنين. التسعينات حبست. بدك نقول لك عليه خليني ما تخصش هذا باش ندير لك كل الاخ الكريم. انت صنطلي برك دي من عندي ربي عايش. بون قلت لك النفقه تروح للدار. بكري احنا كنا ما كناش بالبيفيتري والبارودايش. دوك عندنا كشوف في الحبس. عندنا بالبيفيتري والبارودايش. فهمني. بون ما هو نشربوه؟ نشربوه في البخباخه ونشربوه في الخاميه. خاميه. كي طيب يوم العيش ربي يرحمه يرحم كل مؤمن ناكلوا في القصعه وبالمغارف تاع العود. بالقديه. بالقديه. طيب فهمت. واش الاخر؟ لا لا محمد رسول الله. احنا البارودايش قلت لك ما عندناش. عندنا التراقن باب دونتري برك تاع الدخله برك. طرقان الريدو. طرقان هو الريدو. كي يجي ضيف نجيك ضيف ولا تجيني ضيف وانا نسكن مع الجيران ولا تسكن مع الجيران. كاش حد كلمه واحده. كاش حد نوض مساويني نقز يخشوا للديار. هو يخش الضيف هذاك هما يكملوا خدمته. هو يخرج كاش حد هما ينقزوا يجيبوا للديار. هاك معايا. فهمت. ماذا لا اله الا الله محمد رسول الله. كنا دار واحده كنا باللابوجي بالشمع والكنكي. بلا قالوا لك الدار. كنكي. كنكي والكربير كان واحد بالكربير نحطوا الماء ونحطوا الكربير ونشعلوا واعر والكربيره واعر تسمع به. تعرفوا الكربير. او يحرق هو واعر. كنا في الصيف كي نديو هكا عطله صيفيه من الخرايا بالشمعه والكنكي نهجيو ونقصوا. ما كانش عندنا تلفزيون. كي عاد عندنا تلفزيون المخير اللي عنده تلفزيون برسواز فينا عنده نواري بلون. من بعد خرجوا انيال لانكولار عاد داروا تلفزيون انكولار. عطيك الصحه وفكر خويا هما قالوا لك الدار تسمعها تسمع دا. بون دوكا تاكا تروح تغيب انت. اي دار كاين ما تتمسش يا سي محمد تقعد 10 سنين. يا حسرة. الاخر خلاص كنا نردوا مع البنات ونلعبوا خراطة ولا مرة مع البنات وما نحيلوش مع الناس في العيلة. فهمتك. شو كيف وقت يا البنات. بصح ذاك كنت تعطيني سؤال نجاوب. ذاك يرحم والديك وان كنت بكري وصبحت ذاك. هل واش من دولة تدير كيما هكا؟ ما تلقاش الدولة اللي تدير كيما هكا. امبوسيبل.
وش الديار؟ غير 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 في بلاد المسلمين بر. علاه ناظر الكفن قال رحت للكفار نلقى نلقى سيرة تاع الإسلام. ندخل النفسون الحاسة. منا بعد. الأولى. دخل الأولى بعد. كمل. إبا لا لا وين وصلت وش قلت لك؟ قلت الكفار. يعطيك الصحة. قال الكافر قال واحد ناط قال رحت لبلاد الكفار ورحت لبلاد الإسلام. شوف ذيك المعنى اللي هضره. قال رحت لبلاد الكفار نوجد السيرة تاع الإسلام والإسلام ما كانش. وجيت لبلاد الإسلام بركت على الإسلام والمسلمين كشغل الكفار مش عليه خاطر ما ذكرت تدير خير تعتذر به. تصلي تروح تعتذر به تقول أني نصلي. هذا ذلك هذا واحد كيدير الخير ويصلي إلى الرب سبحانه سبحان. يبقى الوصر ما بينه وبين مولاه فقط صح هذا هي صحيح 100% المية أعطاك الصح إذا كنت أبرك مش تفكت على هذا يا هذا يحب لك مش تلقاه أحنا بكري قال له قرب عطاش تعيط له يفهمك علاش خرب عطاش تعيط له يفهمك علاش كما يتعيط له بعد يفهمك على عيطين تحط لي كما نقوله عبد إنسان طيب في 50 ما همش طيبين نجبت تحط لي إنسان مش هو طيب في 100 الناس بلاح نجبت بعينيه نجبته وأخوي يطرح لي السؤال وجو أخوي تقول لي كل حاجة أتفضل كش ما عندك سؤال نقولها بس بكري بن عمي هي الخيرات السبعة ما عندناش زنزان ما عندناش فيضان ما عندناش جفاف ما عندنا والو كانت بكري كي كان بكري وانا جاها كان بكري كي كان بنبله شوية محصورة الحالة شوماج وكي كي زاد حكمها الشادي بس كي حكمها الهويري رد الشيء ولات جزائر بخير خلاص جنة أحسن بريود وش هو الجيل تاعكم انتم ما خرقتوا لقيتوا كل الخير قدامكم كل الخير قدامك عليك على عمل البرك انت اعمل والخير يصب عليك تحكي الوقت هذا الوقت ها بس حضرتك دركا قبل انك خلقت لقيت لي هذا ها دركا لقيت حد شيء والدينا مع من عقب من وين بابو جلاس شفت كيف انا كي خلقت لقيت لي رهاب الهاج خلقت لي رهاب جاب 20 سنه تابوت فليقه شفت حد شيء لكن خويا تفهمني على كلش احنا نهضروا على الاخر احنا قلل ودلل وضرب بالفسخ من عشاء بالقادو هاي وين طيرت هذه فهمت اخويا العزيز بون لا 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 محمد رسول الله بس انا نجيب اخويا خلص صح من بعدك انا نزيد نكمل لك الاخرين كمل لي اخويا لكن يسحق قهوه يجيب له قهوه انا ولا هاي هاي والله هاي ربي يحفظك هلا هلا احنا هذه هي احنا سير اللي فيه نقى ما تتنقى شفت يا اخويا الناس الطوموبيل هذه اي مش تاعك وحدك هي تاعنا كل صح مش كتوصلني بيها حتى نحافظ عليها لا صح ساتوش ولا كنا منها شفت يا اخوي ويخوتنا باش يديروا يردخ الباب ويخلي بعد والله كان هو اللي يقول لي خلي لا لا والله شيء يا سيد سبت نعدلها مش خير ما كانش مش يعني الناس دي تفهم يا والله يا اخوي العزيز هاو ديما كما قلتي قبيله يدير الخير وما يهدرش بها ما بغيناش نلقاوه درك ما كانش ما كانوش ما كانش عندي جاري هنا نسكن في 18 نجار كنت نسكن في بوزراد ونشنطات اعطوني سكنه كون بها حتى عادوا هذه خمسه في العيله عندي زوج بنات وتفلوا وهم وبيعهم خمسه الله يبارك ايبا اعطوني اف دو فيتوس والله اف دو اعطونا في لون 2011 لون 2011 وانا حاولت دراري يقراو باش باه يديو العطله باش درت ترانسفير باه قلت يقراو انا في الاول خير قلت لك احنا في لون 2011 هذيك هي اف دو تن ماذا صرفت دي تمك كله؟ هاد شيء الحاجة بيصرف يروح ويجي نرمال هاي يا دم لكن ما كانش نصرف ونخوي لا 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 نرمال نرمال اتبع معي واحدة زوز ثلاثة أربعة هدية 50,000 وهدية ثم هكا حسبنا صحيح هاي يعطيك صح ماذا قلت لك أخوي العزيز أفدو أفدو بيت رسالة وش هو جيت في اللونغول أنا خطر ماها كل بابيون فيه تروفامي ليز أفدو قبل بعضها ما افتروا معها لي زفتر ما فوق بعضهم لي زفدو فوق بعضها صدقني يا صاله معوجه وجاي عريضه ضيقه حاشاك الطواليت تخش تحير الدوش كذلك وبديه الشمبره كان عندي العرس ياسر وش نقول لك كارثه نقدم ليش ما يبدلوها لك ما قلت لهمش يبدلوها لك انا حاجه ريكلاميتي ضحكتني والله ضحكتني هذوما تاع لي عبد الدينار ودكوا في النار ما يرحمكش راحوا له من ديكابيه الاخر كريم
وراحوا لهم المكفوفين قالوا لهم احنا تحطيطونا في السنكيات واحنا كنشوفوا في الحالة تاعنا وش قالوا لهم يحبس راسك رجعنا البون تاعنا ورجعوا الكسوارد في المان باي باي حاب يقول مدينة له ورفض شفتي نان ديكابي ومكفوفين طيشون في السنكيات بيتشوسي يدك يقعد بيتشوسي يعطيك الصح شفتي كيف باه انا ما تعلمش بيا لو بيجيت اخبي انت ما تعلمش بيا وانا ما نعلمش بيه بصح كي جيت نخلص وقلت لك عندي الانديكابي مكفوفين اوتوماتيك ما شانجمون بيصير تسوي له وضعيته يعطيك الصح اي والله قالوا لهم رجعوا لنا البا رجعوا لكم السمار لكم وباي باي حبي ياخذ رزق باباه يعطيك الصحه ذكر كما قال نسيبي لي مدي بنته هو من لافامي من بابا ويمه قال لي والله ولدي لخذا قال لي صدقني قال لي كعزيز عليا ياسر خاطر ما الناس طيب الناس كل تحب قال لي والله اللي يخدم عند عربي كل تقول يعصي في ربي كي تخدم عند البريفية يعطيك كعب زيتون ويعصر منك يطرح صح 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 فهمت كيف صح ها وذاك انا عندي لا روترات دخل الضعيف واحنا خمسه في العيله والغلا ولكوا عندي عامين عملوا لي سنه والله ما عيط عملوا لي شيت جوج كيلو لحم وغرنوك والغرنوك مش حتى كومبلي كان القلب وكان الريه وكان الكبده برك لا فيه لا ارواح لا ريشه لا يحزنون ها وسنا طاح يعني في حي الريم شيت غرنوك يجيب الماء وشيت كرشه هي تجبد الماء الله قداش قاموا لي 250 جوج ملايين و 250 الف رحت للسوق وداني جار يخدم تاكسيات مسكين قال لي والله ما انتنا يا الاخضر حتى انتشر حتى انتشري الدراري فرحت احنا عندنا جيران كاينين ناس طيبين عندي زوج جيران كنت ما نخدمش وانا عندي لا روترات يبان تفاهموا عليا زوج نص 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 نديوها للسوق نشيو له واحد كيما نقولوا انا نص وانت نص ونشريو الواحد معاه ما نخليولوش الدراري بلاعي ونخلصهم بالتقاعد بارفاسيليتي بالطرف. لا اله الا الله. هذا خاطر ما هكون يختي الناس تختي بعضها الناس يضيع الاخر كارثه. تروح للسبيطار كارثه، تروح للحانوت كارثه عادي يبيعوا لي بيريمي. صارت متحدث لا يورد. والله يا الاخر كريم سامحني عطلتك، والله لا يورد والله وحده كليتها القلب تاعي نخرجها وخي. الدوزيام جيت ولا احترى خاطر ما عندي انسان دستر عندي انسان دستر ما بعد شر على خويا عنده مناعه شويه تاعو طايحه حاجه كريمي تاعو تقدر تكتب 70 سنه واش من مناعه عندي صح صح مع المعيشه مقوده صح عبال قيس المراه حتى واحد عائلته تجيب طفله ولا طفل يخلق اي ديجا معبيه بالمشاكل ومعبيه بالتخمام ومعبيه بالتعب ولدها يجي ضعيف احنا بكري ولدينا كانوا يما كانت تزيد بينا في الدار احنا خمسه كروش كل ما جابتش طفله نعت عندي شتيخ والله جيتني في وقت محصور حاجه نسقسيك حاجه قبل قلت لي سقسيني واش تحب ها هي وي نعم انت احسب اهدر راسك مرفوع احسب العمر تاعك اللي عقبتيه هنا في البلاد و ها نعم ها واش قاعد تشوفها كيف كانت وكيف ولات يعطيك الصحة يا هل ترى البلاد كي نقولوا الحاله هذه راح تتعدل ولا مش راح تتعدل نقول خويا على الاخر نقول خويا أديها من عندي ربي عايشة الإمام بالجمعة واش قال كيما اليوم فوق المنبر أخوتي حذاري 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 وعلى حذاري تروفى علمت الساعة الكبرى يجي كلش فيها مباح يسعد الزرزع النار تخلي الجنة تفضل هذو ما اصحاب الشكاره نعطيها لك اخويا ربي عايشك نحب حتى نخلصك انا قلت لك ما نخلصش على ليسونس بعد كاين واحد جارنا هنا يسكن من هنا او عنده ولد في السويس استغلت اللقطه هذه بصح ما نزيدش ان شاء الله نزيد نتلاقاو ونخلص خويا نخلص خويا اللي يخلص والله انا اللي يخلص لا تخلصنيش الحال لا نخلص القهوه صورتك حاب نرجعهم لك درك والله العظيم لا اسمع خويا وطوموبيل هي لي بيس تاعها غاليين ليسونس زيت ساتوش هذه احنا كيما هكا نخمموا احنا انت تروح تخدم بيس بولندي تو يقول لك طاح صح وهي ماشي حقها صح بون واحد يقول له بوحه ومات ربي يرحمه عنده ولده في لاسويس توفت العائله تاعو في عيد شر عليه عيط الولد وجع دفنوها سي فان قعد ايام قال له بابا هذاك انا مروح وي والدينا تعرفهم ما يتهناوش ما كاينش حاجه تطلع بلاصتها ولدي هيك في الغربه تهلا في خدمتك تهلا مع جيرانك عارف كيفاش تخال قال له بابا انا توصي فيك راح تروح معايا كنت راح تروح معايا قال
قلت له كيفاه نروح معك؟ هي ما ماتت، واش قاعد تدير هنا؟ صح. الدوسي تاعك وانت خويا وترجعوا ليه؟ كي موت بابا تقول لي اديني العنب الفني نجيب بابا ندفعوا العنب، والباقي نكملوه لينا الحديد. دير الدوسي تاعك وانت خويا، قاعد تعاني باللي راهم بالقناطير المقنطره تاع الدواء وما ارتحتيش. روح لبابا يرتاح ليه. بابا روح ليه وتولي ترحم عليا وتعد تحطني هنا هو باباك مش كنت بابا. وانا ما يعطينيش قلبي يخلي بابا هنا، كون جيت كيما حيه معليش قاعد كيما كش ما قلت لك. تفضل تفضل. جاي يقول له هي، جاي يقول له لا، قال له هي، راح مع بابا دا خوه ودا باباه وراح. الاولى اعطى ثلاثه نقطات برك. النقطه الاولى وش قال لي؟ قال لي يا الاخضر ودي احكيها لي خطرتين مسكين او في دار الحق. قال لي النقطه الاولى قعدت تشرع 10 بتقول قعدت ساعه. صغير. اموادي جور نديري قاعدين نردو طعم. سيتويشن. وعليه؟ العدل النظافة الواحد يخدم. شفتي فوالا فهمت واحد في تضحك كل جماعة كيما صام دي ديمونش ما تعرفش بين المعلم وبين الصانع بين الخدام. شفتي يا خويا العزيز؟ كلها كوستيمية كلها جرافيتية كلها يبرقوا كلها وجه مناير ها؟ ما كانش لي بروبليم ما كانش مشاكل ما كانش ساعد ما كانش مخر ما كانش تيهودين. ما كانش تيهودين. ما كانش تنوض أنت الصباح زاهي وتروح زاهي إلى الدار. هل كاش ما تطيح في صحتك كاش ما تتبدل؟ ما تبدلش. ما تبدلش المورال تاعك وكلش. لا الشادي واش قال؟ الشادي يا البريزيدون قبل ما يموت كي كان حاكم البريزيدون قال الدوله اللي فيها شي مشاكل ماهيش دوله. وحنا الحمد لله ما عندناش المشاكل. ديكلونشي بعدك. سمعنا. سمع كلمة التيهودية الحاجة. فوالا. واحد قال لهم قال لهم شعب جزائري شعب الوحيد في العالم. اللي عنده يدير يبراتيكي ثلاثة ديانات مع بعضها. قالوا كيفاه؟ أبو نكمل لك تاع عمي بوحدي ربي يرحمه روح. قالوا كيفاه ثلاثة ديانات مع بعضها؟ قال لهم شوف في رمضان مسلم. إيه. صلي ويصوم ويقيم الليل ويدير كل شيء. أيوه. قال لهم في الريفيون راس العام يدير الريفيون يفيت الريفيون. ما عندناش حنا في الديليز. وقال لهم طول العام يهودي. خلاص. ما غلطش التوانسة الأخرى 3 بوان هضروها لنا. الأولى الساعة قالوا احنا خوتكم التوانسة استقبلونا احنا ضعنا بالشرب نخدموا باش ناكلوا معكم طرف خبز. هذه واحدة. الثانية قالوا الحكومة قاعدة تسرق وتهدم وعاد يسموا فيها أصحاب الشكارة يحبوا يقلبوا الشعب الجزائري يحبوه الجلد على العظم بتاع المجاعة دي. قلت الشعب الجزائري بس عليه. الأخرى الثالثة قال لكم جيتوا الجزائر تعالوا تشوفوا فينا العجب. بالانس بالانس تشوفوا واش قاعد يديروا لنا فيها اللي كيف علي كيف نصنع محرز وجمال بالماضي هيك تشوف فيه يا ربي سيدي سبحان الله ايه كذا تروح الكحلوشه بيدو الرئيس كي جاب الماضي وكي كان الرئيس ما روحتش الكحلوشه لاكو شفتي اللي بنا مصعب تفهم كلش با عمي بحا اللقطه الاولى قلت لك شهر 20 قال لي تقول عليه قعدت ساعه شهر 10 ايام تقول عليه قعدت ساعه هذه واحدة. الثانية ده لطبيب شاف الطبيب قال له الحاج قال له هذا هدر معهم فرنسي ما قالوش الحاج هدر معهم بالفرنسيس قال له ولده قال له يشرب بيت رسعيد يخده يجيني شرب بيت رسعيد قال له ما يساش ثاني يجي عندي حشم قدامي سامحني باللبطة ده ومليكات حشم ليه قال له عندي طوالات يشرب بيت رسعيد وراح له قال له شاب قال له هي مستعطيش قال له لا هاي ده له وش ده له ليكوغرافي بابليس برك ليكوغرافي برك من بعد ما دار ليكوغرافي قالوا له اسرح زاد كي سرحك زاد عاود له ليكوغرافي عرف المرض نتاعو وعطاه الدواء قال لي مون با 10 ما تقولش كي تربي سبحان الله با ثالثه اللي عليها الضربه من ثلاثه حساسيه باش تقول لي شهر 10 ايام تقول لي قعد ساعه اي ساتوش قول في الجنه ازاي والله العظيم الاخرى الاخ الكريم الاخرى قاعد يحوس به في جنان نعت له قصر ضخمه قال له بابا شفتي القصر هذا قال له عجبك قال له عجبني قال له ما عندناش في تزير شطب ونسكن في عناب وجد قال له بابا ما نقولكش حتى نعد لك حاجه اخرى دار بها شويه زاد وصل له وزين ضخمه اللي هي الله يبارك كلش على شعره اللي هي هذا امي الكفاره كون يهزوا صباحا من الشهاده واحد ما يسبقها من الجنه صح صراحه راح هم الكفار قاعدين يخشوا للاسلام والمسلمين قاعدين يخرجوا للكفر صح هاك تشوف الانترنت نكمل هو يكون اكتي صح كامل بابا انساه صح يعني يقولها انا واحد ما قالها لي فاس بوك
فاس يعني فاس يبوك فاس يبوك ما تخش رأي وخلاص دير رأي مش اللي تلقى في البرطابل مش عاطين الكشف وكون تقتي مع المرأة وكون تقتي مع ولا فهمت بون نعت له لوزين كما قال لي قال لي حبس الموتير هو كونتاكت قال له بابا شفت خسر ضخمه قال له ولوزين هذا قال له عجبوه قال له بابا قال له عملت تعمل قال له لا ولد قال له قول لك بابا تعمل قال له ايه قال له ذو ما تاع السلال وجمع كلهم مسامين انا الله اكبر كي نظر الحاره كل واحد عنده طياره كيما حداد كيما جمع كل واحد عنده طياره باسمه